المشاورات تقدم هي صدى ستاليكا. هذه المشاورات هي صدى، حين يريد الأسياد شيء هم ينفذون. لقاء بين الغنوشة وبين سبسي ما كانش نتيجة إرادة خيرة ولا طيبة ولا من هذا ولا من ذلك. ثم استحقاق عربي وقت اللي يجيب جماعة يحطهم قدام وضعية ينف. ولذلك احنا نعيش العمالة في أبشع صور من الجميع، السلطة والمعارف والرأي العام فيها. فجأة ترد بلاد، فجأة تصعد بلاد، كل هالتوقيتات ليست صدفة. إذا باش تفهمها بمنطق الأحداث ما تلقاهاش، إذا تفهمها بالأرتيال الأجنبي تلقاها. لذلك عيد، واليوم لازم الطرف الثالث القوي يدخل اللي هو الإعلام واللي هم السياسيين الصادقين ويكشفوا معناها، لأنهم يحبوا هو الولايات يوجدوا حالة توافقية مش بناء على تراضي داخلي لإيجاد خريطة ترضي الغرب تضمنه مصالح بالتمام والكمال، ما تعطيش شوكة حتى واحد. يقعدوا متقاربين، مش هذا ديما يخاف من النزول وهذا يخاف من النزول، وبالتالي جانب الأفقي، هذا جانب الأفقي يخلي الجميع في حالة استعداد دائما لتقديم الخدمة. ماشي ماتمناش اليوم فكر سياسي قوي ذاتي في البلاد. شنو الحل اللي تراه انتم سيدي اذا باش نخرج من الازمة هذه؟ بالنسبة لنا تغيير في الوسط السياسي برجالاته وبمفاهيمه. وهذا ممكن، لكن يحب شوية جرأة في رجالات ومفاهيمها واستحقاقات غيرها. اليوم لو كان نجتمع بالنسبة نحن على دستور ذاتي منا قادرين مش نبني عليه حياة سياسية. لأخر سؤال في ساعة بالنسبة تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي، ما إيش قولكم فيه؟ عمل سياسي تاع حكومة باش تعطي معناها يعني الفيرسيون تاع الداخلية غالطة انت تراها باش تعطي عمل حكومة باش تعطي باش تشري مكانتها السياسية. الشريعة المكانة السياسية بعنوان الإرهاب ما أسألش عملها بالعلي وعملها غير اللي عطاهولنا نسيسير مي با سوفيزون. إذا أردت أن تخفي الحقيقة فقل نصفها، أما حتى النصف ما توش أعطوا المعشار المعشار، مش يخلونا مش بك العظيم وننساو البقية اللي هم الجهات النافذة اللي قامت بالعمل. ليش كون اختلهم يا سيدي ذا؟ شكون اختلهم؟ شكون؟ الشهدين بأدوات محلية أكيد.